إلى ظاهرة أخرى أيضاً يعاني منها المواطنون، وهي ظاهرة سرقة أغطية الصرف الصحي أو ما تعرف بالبالوعات أو المنهولات في الدارجة العراقية. هناك من قال إن سرقتها تكون بهدف بيعها والاستفادة من الحديد الذي يتوفر فيها. طبعاً المشكلة معقدة كما يرى نشطاء عراقيون، ويقولون إن أصل المشكلة يعود إلى انتشار الفقر والبطالة وبحث الشباب المنفلت على أي سبب لاستحصال المال للعيش. نشاهد جزءا مما وثقته كاميرات المراقبة لهذه الظاهرة في أكثر من محافظة عراقية. اخوان دير بالكم من ذول الاثنين، ابو ستوت هاي ستوت الخضرة، هذول جاي يفترون بالمنطقة ويقولون قناني غاز ويقول منهولات. شوفوا انا شو راح يقول المنهولة، هذول هم ياري يتعرف عليهم. هذا ابو ستوت الخضرة وهذا ويا شوف شلون باقي المنهولة. ياهو يعرفهم، جاي يجون الصبح بالخمسة الصبح يجون يبقون بالمنطقة. هذا ابو الستوته شوفوا له شلون شال طبقه من هولات، ويا هذا الجاهل باعوا له باقر. شوفوا طبق مال من هولات باقر، يعني شلون